مجال التكتيف للأغنياء بس. بتبقى قاعد على النيل او حتى معدي وبتشوف المنظر ده او ده او ده او ده او ده ما علينا يعني، بس ده دايما بيصير فضولي وكنت عايز اعرف ايه ده. واكتشفت ان اسمها التجديف او رياضة الكاياك. الموج عالي قوي النهاردة، وهنشرح الفرق ما بينهم كمان شوية. ومعانا مارينا. سلام الصحبة. الصحبة. ويلا بينا نشوف ايه الحوار ده. هنسوي حريقة؟ طبعا في نوادي كتير على ضفاف النيل، يا ريت اللي يعرف مكان يقول لنا في الكومنتات. وكلهم نفس السعر تقريبا، بس انا اخترت مكان ما فيهوش رسوم دخول النادي، مكان للكاياك في الزمالك اسمه زمالك كاياك. مش محتاجه حاجه يعني. ليه مكانين في ابو الفدا، واحد في نادي ضباط القوات المسلحه والتاني في طلائع الجيش. هو احنا الساعه ب 100 جنيه شامله كل حاجه، وبيفتح من الساعه 9:30 لحد الساعه 4:30، بس لازم تحجز بالتليفون قبلها بيوم على الاقل. بتروح النادي اللي بيقولك عليه في التليفون وانت بتحجز، وتدخل و استني. فين ايه ده يا زريبه يا حبيبي؟ وبتدفع الفلوس وبتمضي. وانت عارفه ايه اللي احنا مضينا عليه ده؟ ان احنا لو غرقنا عادي. مبدئيا كده الفرق بين التجديف والكايك، التجديف بمقدفين والكايك بمقدف واحد، والكايك اسهل عشان بيشد ميه اقل. وبالنسبه ل انسب وقت انك تيجي بيبقى من الساعه 9 او الساعه 4، علشان بينهم بيكون الشمس حامة. بتلبس اللايف جاكيت وتمسك مقدافك وبتاخد التعليمات، والموضوع سهل جدا. احنا ناس فلاحين. وما تعملش فيها عامل فيها وتحاول تشرب من النيل. ولا نتعلم من هنا ايه؟ ان انت تجيب معاك غيار زياده وانت جاي. وفي اماكن تشيل فيها حاجاتك، واماكن تغيير الملابس وحمامات وكل حاجه. المايه حلوه قوي النهارده. الموضوع سهل جدا. خلي ده النص بتاعك، وبتمسك من هنا وبتمسك من هنا، والخرم ده يبقى تحت والحته الكبيره دي من فوق. واحده كده. النبي يا كابتن. واحده كده. واحده كده. واحده كده. واحده كده. والكابتن اللي هيبقى معاك هياخد منك الموبايل ويصورك كام صوره روشين. والشخص ده هنا كان محمود، وشوت اوت ليه عشان تعب معانا جدا بصراحه. هنا بنستخدم مبدا جيسون الدبور. لو حودت جامد قوي شمال تلاقي نفسك بتلف يمين. قد في يمين تحود شمال. احلى حاجه بقى في المركب ان فيها باك باك، ممكن تحط فيها مقتنياتك، اكل، شرب، سناكس، وفي بتاع تيرمس بيعدي هنا على النيل، والدنيا جميله. ده انسب وقت، الجولدن اور، الشمس موجوده، بس دلوقتي في ضل علينا ولا اروع. وفي النهايه حبيت اوصل لكم انكم تقدروا تكتشفوا اي حاجه وتجربوها على قد فلوسكم او باقل تكلفه ممكنه. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، واشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب. يا جماعه ما تعملوش زي كريم، وخلي بالكم لحسن تقعوا. ما يقع الا الشاطر.